يا ريتني فعل الجرس يوصل ودوس سكرايب يوصل لكم كل جديد. معانا الكارني النهارده هيعلمكم ازاي تدوا حقن للكلاب. هو بيطلع السرنجة دلوقتي. يكسر السرنجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي تدي كلب حقن في العضلة. اول حاجة بنعبي السرنجة، نيجي عند الحتة دي للكلب، والفخد عامل كده العضل، في عضل هنا الحتة دي، يعني مثلا بعمل ايدي كده مع العضل وعندي الحتة الطرية دي، جاي غرز نص السرنجة كده وقوم جاي مفضيها بس كده، نقعد ندعك كده عشان ما تعملش خروج. بس دي الحقنة العضل. ثانية واحدة هنديها حقنة تانية تحت الجلد. اول هام في الحقن اللي تحت الجلد بنيجي عند الحته دي للكلب كده، بنشدها لفوق فبتعمل زي مثلث. ان احنا نيجي كده في قاعده المثلث هنحس بسن الابره دخل اصلا جوه الكلب، وهم جايين ايه مفضيين، وبعد كده ندق عشان ما تعملش خروج برضه. الموضوع سهل جدا، يعني مش صعب. دي كلبة بتتعالج بارفو، لسه مخلصها محاليل، نديها دبوفيت، نديها امريك عشان نظيف، وادعوا لها يا جماعة ربنا يكرمها بالشفاء. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة.